مرحبا بكم أصدقائي. أهلا بكم في برنامجكم المفضل تعلم معنا. حيوان اليوم هو الخفاش. الخفاش يسمى أيضا الوطواط، هو من الثدييات وهو الحيوان الوحيد من الثدييات الذي يستطيع الطيران. حدثينا عن شكل هذا الثدي الطائر. دعيني صديقتي أتحدث عن شكله. يغطي جسم الخفاش فرو طويل وناعم يستخدمه للتدفئة، ويختلف لون الفرو حسب نوع الخفافيش من رمادي إلى أسود إلى أصفر فاتح، وله فم طويل وأنف قصير. آذانه طويلة تصل أحياناً إلى طول الخفاش. معظم الخفافيش تدير آذانها باتجاه الأصوات الخافتة، فحاسة السمع لديها متطورة جداً. لبعض الخفافيش عيون كبيرة وواضحة، أما أسنانها فلها أنياب حادة وقوية لتمزيق اللحم، وأضراس قوية لسحق العظم، ويختلف هذا حسب نوع الخفافيش. ما هي أماكن عيشه؟ يتواجد الخفافيش في كل أنحاء العالم، في المناطق البائدة والحارة إلا القارة القطبية الجنوبية، ويمكن تواجد بعض الخفافيش في الغابات الاستوائية المطيرة. الخفافيش تطير لمسافات طويلة، يمكن أن تصل لمناطق منعزلة، لكنها تفضل الأماكن التي يتوفر فيها الغذاء. على ما يتغذى الخفاش؟ تنام الخفافيش نهاراً وتنشط ليلاً أو مع بزوغ الفجر، فحاسة البصر لديها تمكنها من الإبصار في الضوء الخافت، فتصطاد فريستها وهي تتغذى على الأسماك الصغيرة والبرمائيات والطيور والزواحف. وتفضل بعض الخفافيش المناطق الحارة لوفرة الغذاء فيها. الخفافيش تساعد في تلقيح النباتات، فهي تلقح أكثر من 500 نوع من النبات، وهي تفترس الحشرات التي تزعج الإنسان، وفضلاتها تعتبر سماداً لخصوبة التربة كونه غنياً بالنيتروجين. رغم هذا فإنها قد تصيب الإنسان بالعدوى، وعضتها قد تصيبه بالطاعون. مع أنها ولودة فحتماً هي ترضع صغارها. معظم الخفافيش تلد صغيراً واحداً، ويبلغ وزنه عند الولادة ربع وزن الأم، ويبقى مشدوداً بنفس وضعيتها ليرضع من ثدية. وكل أم تعتني بوليدها، حيث تتركه في المستوطنة مع صغار آخرين، وتذهب لتصطاد، وعندما تعود فإنها تتذكر المكان الذي وضعته فيه، أو تتعرف على رائحته المميزة. بعض صغار الخفافيش تنمو بسرعة فتتعلم الطيران، أما صغار مصاص الدماء فإنها تبقى تحت العناية من 6 إلى 9 أشهر. وهل هي معرضة للإنقراض؟ نعم، وقد ظن الناس أن الخفاش هو المتسبب في مرض كورونا، وقبل ذلك فإن الإنسان يعتبرها مصدر خوف وأمراض، فقام بتدمير مستعمراتها بالجملة. وقد سجل أن 99.9% من الخفافيش عبر كل القارات قد انقرض. وهكذا أصدقائي نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم. نلقاكم في حلقة أخرى في برنامجكم المفضل تعلم معنا. إلى اللقاء.